خيرا، ما أتى بك إلى هنا يا أم الفضل؟ عفوك يا مولاي، فما كنت أطيق خروجك دون أن أراك وفي نفسك بعض ما يشاع من أن ذلك الخائن رجل فارسي. أنا أعرف من هو، ولكن أمير المؤمنين لا يعرف، فأخبره يا مولاي حتى تبرئ قومي. اطمئني، حسبك أنني أعرف الحقيقة. وتعرف أن ذلك الخائن كان يعمل عند اليهودي الخلال؟ أعرف، أعرف. اطمئني وارجعي إلى قصرك. فهل أوصيك بالرحمة بمن تعرف إن لم تجدهم على خيانة أو غدر؟ اطمئني يا أماه. نصرك الله يا ولدي. فهل تقبل مني هدية تصلح لك في سفرك؟ هارون لا يرد هدية أمه التي أرضعت يا أماه. خادمة مؤتمنة تحبك. وما حاجتي إليها وأنا خارج إلى القتال يا أماه؟ يا مولاي نصرك الله، لقد علمت أن الرجال يخرجون إلى الجهاد ومعهم نساؤهم يخدمنهم في النزول والترحال، ومولاتي زبيدة أبقاها الله لك، لا يليق بها أن تخرج معك. وهذه الخادمة هديتي إليك، وهي مني بمنزلة ابنتي وذات قربة، وهذا أخوها غالب، وهو ذو دين وخلق طيب وأمانة، وسوف ينفعك في كل أرض تنزل بها في بلاد فارس. هدية مقبولة يا أم جعفر. عجوز لئيمة لا تتورع عن فعل أي شيء، أي شيء لتستحوذ به على ولي العهد. يا مولاتي، إنها وهبته فتاة تزعم أنها إحدى بنات أسرتها البرامقة. مراجل ليست برمكية، وإنما أيا كانت فما هي إلا خادمة، ولا بد للأمير من خادمة في الطريق. صدقت يا مولاتي، أمرت لك بألف دينار على وفائك يا فتنة. ويلي منك يا هارون، وويل لعرش بني العباس ممن يتأمرون عليه. انهض، قم أيها الضب الكسول. ما الخبر؟ استمرأت العلف والنوم. ألم تطلب مني الانتظار وتمنعني من الخروج؟ حتى أتأكد من حكايتك، وها قد خرج غريمك في جيش. فليخرج إلى حيث ألقت. لا، بل إلى حيث تتبعه. أتبعه؟ نعم، وتقتله. أقتله وهو في جيش؟ وأنا لم أتمكن منه وهو في بضعة رجال. القائد في جيشه أقرب إلى مصرعه من غلام بين حرسه. إنه يعرفني، وحرسه يعرفونني وقد رأوني. فلماذا جئتني إذن؟ لأعرفك وأخفيك عن عيونهم؟ لا، كي تخبرني أين يخفي عمي وولده وابنتيه. أربعة رؤوس، خامسهم غلام وليد، وهو أغلاهم ثمنا. ماذا قلت؟ هل أنجبت غلاما؟ هذا ما سمعت. أين هم؟ أخبرني بربك، أين هم؟ رأسه سبيلك إليهم. وكيف أصدقك؟
رجل طيان طيب اسمه عاصم، وفتاة اسمها عصماء، انتقلت من بركة الطين إلى قصر الإبارة، وبنت طائشة حسنة الصوت نحيلة العود كالغصن، تجيد الغناء والرقص وتطمع في أمير يأتيها عبر سحابات الأحلام. وغلام صغير اسمه بشير يريد له أبوه أن يصبح فقيها عالما. ثم أمير الوليد ولد وولدت معه أحلام البدو ورعاة الغنم في ملك الدنيا. أصبحت أما يا عصماء، وعاشق مخدوع كنسوه كنس القمامة من فرن الفخار، وسجنوه ثم أطلقوا سراحه. أخبرني أين هم؟ رأس هارون أولا، وإلا فرؤوسهم جميعا، ورأسك قبلهم. تهددني؟ كلا كلا يا صديقنا العربي. إذن أين هي؟ تحت عيوني وفي قبضة يدي، فأتني برأس غريمك أدلك عليها. حسنا، سأخرج، ولكن اعلم أنني لا أحب من يخدعني. وأنا أيضا كذلك لا أحب من يخونني، ولا أتخلى أبدا عن من يخلص لي ويصدقني. ما هذا؟ ليس رشوة، ولكنه نفقة للسفر. لا بأس، ولكن احذر من الغدر بي أو الغدر بها. أنا أحرص عليها منك وممن تركها غنيمة سهلة المنال لمن وثق بهم من ذئابه يا ذئب البادية. هيا اثأر لنفسك ولعرضك ولقلبك الجريح أيها الوحش الجريح. أحب هذا الاسم يا أردشير. غدا تتخلصين من هذا الاسم ومن هذه الثياب ومن تلك الأرض بمن عليها. مللت الانتظار. انتظري يا ساحرتي. إلى متى؟ سأخبرك.
ويخرجون لقتالنا، وتهدي إليهم أم الفضل خادمة وأخاها. اذهب إلى مولاك الفضل بن يحيى، اسبق الجيش بالخبر بكل ما تعرف. ماذا ستفعل؟ لا شأن لك، اذهب. ماذا سأفعل؟ سأفعل ما يجعل قائد ذلك الجيش يذهل عن نفسه ويقضي عمره كله باحثا عن ولده وحبيبة قلبه بنت صانع الفخار. لا أدري لماذا تمنعونني من الخروج وكأنني سجين ولست صغرا لمولاكم. ليس الأمر لي يا سيدي، فقد سمعت ما أمرنا به مسرور، ولا سبيل إلى مخالفته. ألا تبشر مولاك بمولد غلامي؟ إنه أول مولود له، كان ينتظره ويترقب مولده. مولاي يعرف أن مولاتي كانت على وشك الوضع، وسرعان ما يرجع ليطمئن عليها بنفسه. لو كان الأمر بيدي لأسرعت إلى بغداد لأبشره بنفسي،
وأحظى بالبشارة. فاصبر حتى يرجع مسرور أو مولاي هارون. أريد أن أصارحك بشيء يا ولدي، ولو لعلمي بأنك فتى ذو مروءة وشهامة لما صارحتك بما يراودني. ماذا يراودك؟ هل أنت مطمئن إلى من معك من الحرس وإلى صاحبك سلام؟ هل لاحظت عليهم ما يريبك؟ لا، ولكني أرى منهم بعض النفور ونظرات كأنها لست أدري كيف أفسر لك ما يجول بخاطري. اطمئن يا سيدي، فألا كما ترى في حراستكم ليل نهار، وليس بين رجالنا خائن، فكلهم من رجال مولاي ولي العهد. لا تؤاخذني يا ولدي، فلولا ثقتي بك لما كشفت لك عما يساورني من قلق. إن بعض الظن إثم. طاب مساؤك يا سيدي. طاب مساؤك يا ولدي، تفضل. نم وسأدخل لأطمئن على أختك ولدها. سأتي معك يا أبي. بسم الله الرحمن الرحيم. أحلاما جميلة يا مولاتي يا أم ولي العهد. لا أريد الولاية ولا العهد، إنما أريد الوفاء بالعهد ممن عاهدني. سرعان ما يرجع على جناح الشوق والفرحة ليرى الهلال الوليد في أحضان القمر، يا قمر الليالي السعيدة. اختفى القمر وراء حجب الغيب. آه يا عصماء، ليته يرجع ومعه ذلك النجم الذي لمع في سماء حياتي ذات ليلة ثم اختفى. من حسن طالعك أنه اختفى قبل أن يسقط بك من علياء الوهم، وأتركك حطاما تحتضنين فلذة كبدك، ولا حيلة لك إلا الصبر. ابنتي، الصبر نصف الإيمان، ولقد بشر الله سبحانه وتعالى الصابرين باليسر بعد العسر. إن مع العسر يسرا. ما وراءك يا ابو عباس؟ خرجوا إلينا تحت لواء هارون. إلينا؟ أنا وأنت؟ نحن غايتهم، أنا وأنت وإخوتنا وأبونا السجين. ما ظننت الغضب يغطي على بصيرتك يا أبا العباس، فلو كنا نحن بني يحيى غايتهم فما أسهل القبض علينا، وما أسهل القضاء على سجين في قيوده مهما يكن شأنه، دون حشد الآلاف المؤلفة من الرجال والعتاد والمؤن والرواتب للقبض على بضعة رجال. سترى عندما يحيطون بنا ويسحبوننا في قيودنا ونحن أذلة. أنت الذي أوقعتنا في هذا الذل. أنا؟ أم أنت يا صاحب القادم إليك ليأسرك أو يقتلك؟ لو نزلت على نصيحتي ورجعنا إليهم معتذرين لقبلوا عذرنا. وحبسونا مع أبينا؟ الحبس أهون من الهروب إلى سجن الخوف والتهم. نحن متهمون من قبل ونحن بينهم، تهمة بلا دليل ولا بينة. ما ستريد يا جعفر؟
أن تخرج معي. إلى أين؟ إلى الحبس؟ أو الموت بسيوف خدمهم أو بعض خدمنا؟ كلا، ولكن إلى ذلك الجيش القادم إلى هذه الأرض. ونرفع أيدينا نستأسر، إيسرونا السماح، العفو. دعوا القيود والأغلال في أيدينا وحول رقابنا وأقدامنا، أو اقتلونا جزاء خدمتنا وطاعتنا ووفائنا لكم. لا، لن يكون، لن أستأسر أبدا. الاستئصار اليوم تسليم واعتذار؟ ما فعلنا شيئا نعتذر عنه. الهرب تهمة تلاحق الهارب ولو كان بريئا. ولماذا هربت أنت يا صاحب ذلك القائد القادم إليك يطاردك؟ الخوف، الخوف غشاوة تغطي على العقل والبصر. وهل ذهبت غشاوة الخوف يا ابن يحيى السجين بلا ذنب سوى كلمة الحق؟ هل أصبحت تعقل وترى؟ نعم، أرى غشاوة أكبر توشك أن تغطي على سائر العقول والأبصار. ماذا تخفي عن أخيك يا ابن أبي؟ كأنك لم تعلم بما حدث لبعض آل البيت حول مدينة جدهم صلى الله عليه وسلم. كان هذا منذ سنوات في عهد المهدي. ومن قبل في كربلاء في عهد بني أمية، وبالأمس كانت كربلاء أخرى على مشارف المدينة المنورة في أرض فخ. متى علمت بذلك؟ أخبرني. ذلك أخطر ما يتهدد الخلافة بل الأمة كلها من أخطار تحيق بها. إنهم إلا بضعة نفر فروا أو نجوا بأنفسهم. نعم، هم بضعة نفر، لكن الواحد منهم كأنه أمة واحدة، وذلك بنسبه إلى من جمع الأمة والناس جميعا على كلمة الحق، بنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. كذلك أنتم يا مولاي ولي العهد، وكلكم فروع مجد وشرف تمتد من دوحة واحدة. أنتم أحق بني هاشم بالخلافة والملك يا بني العباس. إذا كنا نحن بني العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم نرى أنفسنا أحق بالخلافة، فكذلك أبناء عمنا أبي طالب، أحفاد علي كرم الله وجهه، والزهراء قرة عين أبيها صلى الله عليه وسلم، يرون أنفسهم أحق بهذا الأمر أيضا. ولهم أتباع وأنصار ودعاة ينادون الناس بتلك الدعوة. هيهات أن يكون لهم أتباع أو جيش أو بيعة خالصة يا مولاي. ذلك هو أخطر ما يتهدد الخلافة والأمة كلها، فبعض أعداء الأمة يلتمسون لأنفسهم سندا أو حجة أو شعارا يرفعونه راية فوق رأس رجل يرى بعض الناس فيه أنه صاحب الحق صاحب الإرث، وأنه أحق الناس بإمامة الأمة ومقاليد حكمها. وإني لا أخشى على حال الأمة إذا ما دخل كل واحد من أولئك الهاربين إلى بلد وحشد الناس حوله ونادى بنفسه أميرا أو خليفة أو إماما، فينشطر جسد الأمة حول أمراء وخلفاء وأئمة لا يجمعهم رأي واحد، ولا تحشدهم كلمة، ولا توحدهم راية واحدة أمام أعداء الأمة، وما أكثر أعداء الأمة. لذلك أمر الخليفة الهادي عماله وولاته على الأمصار برصد أولئك الهاربين. يفعل الله ما يشاء، فلينصرف كل قائد إلى معسكره وينتظر. انتظر. إذا بلغت طبرستان فأرسل إلى أبناء يحيى واستأمنهم على أنفسهم واستقدمهم إليك. ولكن الهادي يريد رؤوسهم على الرماح. إذا سلموا أنفسهم طائعين فسأكتب إلى أمير المؤمنين أستأمنه لهم. فإن لم يستجيبوا
هم أعقل من هذا. أنت تهول من الأمر يا ابن يحيى. لا، بل هي الحقيقة لو رأيتها بعين العقل. فنحن متهمون بين هؤلاء وأولئك، وأصبحنا كما يقول المثل العربي كالمنبت الذي انقطع به طريقه وهلكت راحلته، فلا أرضا انقطع ووصل إلى غايته، ولا ظهرا أبقى لراحلة تحمله. لا أرضا انقطع ولا ظهرا أبقى. وليس لنا إلا أحد أمرين، إما أن ننضم إلى ذلك الصعلوك بابك الخرمي. إن هو إلا صعلوك كما وصفت، خادم أو سهم مسموم من سهام الترك، وهو يطمع فيما لا سبيل إليه. بالطبع، وهو يطمع أن ننضم إليه فيتقوى بنا. هذا لن يكون. سنتهم بهذا، إما بالانضمام إلى ذلك الصعلوك الوثني، أو بالالتفاف حول الهاربين من أشياع البيت أو أنصارهم. وهل هذه تهمة؟ إنه لشرف لنا أن ننصر آل البيت وندعو له. وهذا ما يريده ذلك الصعلوك الخرمي، أن يتخفى تحت تلك الدعوة، فيندس رجاله وأعوانه بين أشياع آل البيت، فتختلط الأمور وتمتد الغشاوة، فلا يستبين النظر الحق من الباطل. والأمر الثاني؟ أن نخرج إلى هارون حيث يعسكر بجيوشه. لا، لن أسلم رقبتي بنفسي. هارون أحرص على رقابنا منا، وأحرص على رقبته من كل الرقاب. ما كان أخوه ليقتله؟ سيأمره أن يرسلنا إليه، وإن أرسلنا قتلنا، وإن لم يفعل عزله أخوه أو أمر بسجنه مع أبينا. أنت الذي يهول الأمر. بل أنت الذي تهون ما لا يهون، فلا تلقي بنا إلى التهلكة وتؤذي صاحبك، وتعطي الفرصة للهادي ليخلعه من ولاية العهد ويولي ولده. كأنه طريق لا رجوع فيه ولا عودة منه. وقدر علينا أن نمشي إلى منتهاه حتى يحكم الله بيننا وبينهم بعدله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله الحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يا ابنتي، هل تريدين شيئا يا خال؟ ألم تأذن لي أم الغلام بالعودة إلى بغداد يا مولاتي؟ اصبري حتى يرجع أبو الغلام فيكافئك بما يجعلك أغنى قابلة في العراق. الغنى غنى النفس يا مولاتي، وسبحان أغنى الأغنياء من له ملك السماوات والأرض. تصبحين على خير. وأنت من أهل الخير يا خال. بسم الله الرحمن الرحيم. رسائل الخليفة إلى الولاة في أرض فارس أرسلها تباعا، ليستعد كل وال لاستقبالك بحشد جنوده، ليكونوا لك مددا وعونا. العون والمدد والنصر من عند الله. أوصيك بتقوى الله ومراقبته في كل ما تفعل، ولا تقاتل من لم يقاتلك، ولا ترفع سيفك على أعزل أو عجوز أو امرأة أو طفل، ولا تقتل من ينطق بالشهادتين ولو كان تحت حد السيف. نعم، هل لا شققت عن صدره؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عماه 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 عاصي، قتلت نفسك وقتلتها، أين هي؟ الداية في بغداد، الطفل أحمد. عماه أسماء، أسماء. أسماء، أسماء يا بنت العم. الويل للقتلة، قتلوك يا ظبية الوادي، قتلوك يا غزال البادية، قتلوك يا ظبية الوادي، قتلوك يا غزال البادية. كذلك الدنيا يا هذا. كذلك الدنيا يا ولدي، ذئاب تطارد ظباء وغزلانا، وحوش تفترس غنما وحملانا. ويل للضعفاء، ويل للجهلاء، ويل للقاتل من دم المقتول. طوبى للشهداء في زمن الشهداء. أسماء، 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 قتلتها يا عماه وقتلت نفسك، قتلتها وقتلتني، ما قتلنا إلا أنت، طمعا في ثوب معطر منسوج بدموعي ودمي. سجنتها، سجنتها في قصر يحرسه غرباء أعداء، ذئاب في ثياب بشر. لكل أجل كتاب. عظم الله أجرك يا ولدي. هل رأيت القتلة؟ القتلة، ما أكثرهم يا مسكين. هل تعرفهم؟ هل قتلوها؟ وأين جثتها؟ أين أجدها؟ أين؟ سؤال من لا يعرف، لمن لا يعرف؟ أين أجدها؟ أين أجدها؟ إلى أين؟ إلى أين يا مسكين؟ أبحث عنها. أكرم الموت أولا، ثم أبحث عنها إن كانت ما زالت بين الأحياء. اسمع
ابحث عن معول. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم.